السلام عليكم، كي راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحه جيده. وقت يدخلكم هاد لا فيديو، انا صافا الحمد لله. ما تنساوش تصليوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. البنات توحشتكم بزاف بزاف بزاف، على بالي نتوما ثاني توحشتوا لي فيديو نتاعي. اليوم جيتكم فيديو جديده، وكما تعرفوا نحب دائما انا بوكو بلوس لي فيديو نتاعي عند لمعان، والعشق نتاعي هو المعن، وعلى بالي بلي نتوما تاني كيفي، باسكو النساء العشق نتاعهم الواحد هو المعن. المهم كيما راكم تشوفوا اليوم جبتكم عند ماكسي بازار، وبغيتكم تشوفوا يعني الجديد نتاع الصحون اللي راهم عنده. درتكم كيما قالك جوله طويله وعريضه عنده، ان شاء الله يا ربي يعجبكم هذا الفيديو. ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع الحباب مع الاصدقاء ومع العائله، بلكي وحده تكون حابه تشري حاجه ولا تشوفها في هذا الفيديو وتعجبها وتروح تشريها، علاش لا. كيما تعرفوني يمكن نصور لكم حاجه ولا دائما نوري لكم الاسعار تاعها، الاسعارها موجوده بطبيعه الحال كيما راكم تشوفوا، كل شيء راه موضح. وبصراحه شوفوا انا عشقي هذا المحل ماكسي بازار، راه متواجد في امامه مقابل مسجد الامام علي. نعاود لكم، هذا المحل تاع ماكسي بازار راه متواجد في امامه مقابل مسجد الامام علي، وراه معروف بزاف بزاف بزاف، راه جاي في الكوا يعني. ما كاش اللي ما يعرفش هذا المحل، وهذا غير تاع المعان طبيعه الحال باش تعرفوا. المهم محل بزاف شباب ومنظم منظم، الحاجه اللي تعجبكم فيه كي تدخلوا عنده النظام، يعني ماشي كما هذوك اللي حطوا في الارض ولا مروسين الحاله ولا مربلين الحاله، لا يعني كي تدخلوا كل حاجه في الموضع تاعها، الطباسه في بلايصهم وصراحة علي سيرفيس بلايصهم، كل حاجه كل حاجه في بلاصتها. انا هذه هي الحاجه اللي تعجبني فيه على خاطرش منظم ما شاء الله يعني. نتمنى لكم انا فرجه ممتعه، نخليكم على فيديو وتشاهدوا. كما قلت لكم الاسعار راها متواجده، يعني اللي تحب تستفسر ولا ان شاء الله ينال الاعجاب تاعكم. كما قلت لكم حبيباتي ما تنساو ليش البارطاج ولايك، لايك اهم حاجه انكم تطلعوا لي لا فيديو بجام هكذا، باش يعني الفيديو يوصل اكبر عدد من المشاهدين ان شاء الله. نخليكم على فيديو، نقول لكم تهلاو في رواحكم الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه. هذا هو 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 هذا
Thank you.